مرحبا بكم من جديد. إذا نحن في الجزائر في ولاية جلفة، وإحنا في أواخر التسعينات في دار الإمام مصطفى، لكن بعد غياب مرته غاب ولده الكبير. الوليد الكبير اللي كان يعرف سر خطير مخبيه بوه عبد القادر، الحقيقة شاف كل شيء وعرف كل شيء، وتأكد أنه أمه عمرها ما خرجت من الدار، وإنما نعيمة اقتلها رجلها ودفنها في وسط الجراج، وكان يهدد في بوه بهذه المعطيات الخطيرة اللي يعرفها. أما باش يقول سره لخوها حميدة، باش يقول له راهو بابا اقتل أمي ودفنها في الجراج، وهذيك علاش عمركم ماكم باش تشوفوها. وقت اللي قال لهم هالمعلومات هما أولاد صغار ما فهموهاش مليح، لكن وقت اللي سنوات من بعد عام 2003 اختفى عبد القادر، بوه الشيخ مصطفى قال الصغار انه جات امه وهو مشى معاها وخليهم، اما الجيران والاحباب والاصحاب فقال لهم انه سافر لفرنسا. داير مش قايل لكم هو اللي هو يحضر في روحه باش يسافر لفرنسا عنده مده. لكن الحقيقه كما قلت لكم كانوا يعرفوها الصغار، فهموا انه اخوهم ما ينجمش يكون هرب مع امهم خاطر امهم مقتوله، ومشاو تفقدوا الجراج. زينة وحميدة باش يلقاو في الجراج متاع دارهم تحت لوحة مغطية حفرة الجثة متاع خوهم عبد القادر، وعلى الفور باش يتوجهوا للمركز اللي موجود في الحي متاعهم ويعلموا الشرطة. الشرطة اللي مش باش تصدق من الأول هالهدرة اللي يحكيوا فيها زوز ولاد صغار. الإمام شيخ مصطفى ليه الهدرة هذه هدرة فارغة ومكلام صغار، ويقروا أنهم يمشي ويزوروه في داره بعد ما يتحصوا على إذن تفتيش. شيخ مصطفى باش نعملوا تفتيش يفضلك للدار. تفتيش للدار علاش فما؟ كيفاش تدخلوا عليا وأنا عندي حرمة مرأة في الدار وكذا؟ هي مثالش قول للمرأة تلبس حوايجها وكذا، ويبدا هو يسيح ويعيط يا الاولاد قولوا لامكم تمشي للبيت وتلبس حوايجها. وبعد يدخل الشرطه ويسالوه بعض الاسئله وعلى ولده وعلى مرته، يقول لهم اي مرتي هاي هنا ما تشوفوهاش، معناتها لا سبيل اليه، معناتها تشوفوا فيها مرتي مثال شتو تشوفوها بالنقاب، تحبش تلبسها نقاب، لا تشوفوها لا تحكيوا معاه. فاش قام بيه مش لازم نشوفوا مرتك، نجم نشوفوا الجراج. ومشيو للجراج، ريحة لا تطاق، بعض آثار الدم مازالت موجودة في الجراج، وشيخ مصطفى باش يتكلم وحده باش يقول لهم بون كانت عندي شوية عليه باش نربي فيهم، يا أخي فيهم شكون مرض ومات ولا معناتها جيفة واحد، يا أخي أحفرت ودفنت لهنا. يهز واحد من الشرطيين اللوحة، ومن غير ما يبحث كثيرا تطلع له يد آدمية طل عليه من الحفرة، يد عبد القادر. يتم إيقافه طبعا على الفور
بعد إيقاف واكتشاف الجثة متاع عبد القادر والجثة متاع النعيمة ينظم موكب متاع جنازة، يكونوا الصغار الاثنين فيه متأثرين كثيرا، ويجيوا الناس يعزيوهم. ولكن بعد العزاء واحدة من العائلات باش تبهت في الشبه الكبير الموجود بين حميدة وبنتهم، شبه كبير ياسر، شبه غير طبيعي، خاصة كي تذكرت هالعائلة أنه التوأم متاع بنتهم تخطف وقت اللي كان عمره عامين. حميدة هو التوأم المخطوف، وهذاك علاش كانوا دارهم يلقنوا فيه ليل ونهار أنه قبل العامين كان ساكن عند جدته، في حين أنه قبل عامين كان في وسط دارهم وأنه تخطف من بعد. حميدة تخطف كيما زينة كيما عبد القادر، الأخوة الثلاثة ولا اللي يتصوروا رواحهم ثلاثة أخوة هما في الحقيقة كلهم مخطوفين، اختفهم مصطفى ونعيمة. لكن نعيمة بما أنها عملت المحظور قرر مصطفى يتخلص منها، وبما أنه عبد القادر اكتشف شنو اللي هو عمل في نعيمة فهو زاد لحقه عليها. جريمة فظيعة الحقيقة هذه اللي عرفتها الجزائر، جريمة فيها كمية من التفاصيل وكمية من البشاعة وسلسلة من الجرائم متاع السيد هذا اللي تخبى وراء جبة الإمام للتغطية على الكوارث متاعه هذه الكل، من خطف الصغار لتعذيبهم لقتل زوجته لقتل واحد من الصغار هذوما، ما خلى معمل الإمام مصطفى. مصطفى اللي وقع طبعا القاء القبض عليه وتوجيه له كل هذه التهم، ولكن مش باش يكون موجود الوقت الكافي لحسابه الدنيوي على ذلك، خليه له حسابه في الآخرة بينه وبين ربي. بما أنه مصطفى باش يتوفى بعد سكتة قلبية مديدة بعد عملية إيقافه. أما فيما يتعلق بحميدة فرغم محاولة أنه يرجع لدارهم، مازال طفل صغير هو وقتها، إلا أنه عمره ما نجم يعيش مع دارهم الأصلية، وفضل أنه يعيش مع أخته أو اللي هي يتصور أنها أخته زينة، نفس الوضعية بالنسبة لها هي. نستنى تعليقكم على هذه القضية، وعلى أمل لقاكم قريبا إن شاء الله. ليلتكم زينة، إلى اللقاء.